شوفي هقول لحضرتك حاجة، دايما البنت بتبقى مرتبطة بأبوها، ده يعني حاجة الفطرة. فتخيلي بقى لما ارتبط بقيمة كبيرة بيديكي عزوة، بيديكي فخر، بيديكي يعني كده حسن ظن بالنسبة للآخرين، بيديكي يعني فخر واعتزاز. فكل ما كنت وانا صغيرة كده كان يقولوا بنت فلان، فافتخر كده ان ابويا يعني سمعته طيبة ومحب للخير واثره طيب على الاخرين، فبالتالي كان بيديني نوع من الثقة في النفس، وخصوصا بقى وده وتراحمه ومحبته وابتسامته لله تفارقه، ويعني اقول ايه، راجل قرآني صحيح. يعني فعلا مش بس كان قارئ للقرآن، ولكن كان فعلا في أفعاله وفي حياته كان حياة بالنسبة له. فيعني ده كان بيديني زي ما قلت لحضرتك نموذج طيب اقتدي بيه، وكل حاجة حلوة بعملها في حياتي بحس ان انا بفرح بيها ابويا، لانه كان هو اللي علمهاني، هو البصمة الطيبة اللي زرعها فينا. دايما البنت بتبقى دلوعة باباها، كان بيدلعك وحنين عليكي ولا كان شديد شوية؟ لا ابدا، ده كان كله هو عبارة عن رحمة، وعبارة عن حقيقي بقولك ابتسامة لا تفارقه، بشاشة، ود، محبة، كل حتى يعني أي هم، حتى كان يقولك لا هم مع الله. أما حد بيجي يقتضي يعني يطلب منه أي معروف ولا حاجة، فكان يقول أهلا بمن جاء لي ليدخر لي عند ربي. كان يفرح بأي حد، وقضاء حوائج الناس دي كان طبع فيه وإحنا شربناه منه. حتة إتقانه حتى في الترتيل والتلاوة ده اللي علمنا أن إحنا نتقن أي عمل، وخاصة إذا كان عمل هنتوجه به لله. كل الحاجات دي كلها عرفتها منه وتعلمتها منه، وبحس كده أنه لما بعملها أنه أتذكر ابتسامته كده وأنه في حالة رضا.